أعادت ثورة 30 من يونيو دبلوماسية إلى مدارتها الأصلية، تؤثر وتتعاون وتبحث عن المصالح المشتركة بعد فترة انتهت فيها البوصلة خلال حكم الجماعات الإرهابية واستنزفت أرصدتها الدولية. لكن اليوم مع عصر الجمهورية الجديدة التي بدأت، مدت مصر أياديها إلى أصدقائها وأشقائها، فعادت رقما صعبا مؤثرا لا يغيب. يظل الأشقاء العرب هم دائرة مصر ومدارها الأول، تناصر القضايا المشتركة وتدعم أشقائها للنهضة وتدرأ معهم المخاطر. فكان تواجد المصرية المؤثرة في الأزمة الليبية مدافعة عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية في وحدة التراب الليبي واستعادة دور مؤسسات الدولة ومحاربة الإرهاب، مستضيفة أطراف الأزمة ودفع العمليات السياسية بأكبر قدر من التوافق. وواصلت الجمهورية الجديدة أدوارها التاريخية في القضية الفلسطينية، حيث استضافت مؤتمر إعمار غزة وأطلقت المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار للقطاع. وامتد التواجد الدبلوماسي المصري للأزمة السودانية، فشاركت مصر في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان، وشاركت في حفل التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية، والذي عقد في جوبا في شهر أكتوبر من عام 2020. فضلاً عن تقديم مصر لخدمات طبية لأكثر من 16 ألف حالة متضررة من السيول في سبتمبر من عام 2020، وللعلاقات المصرية الخليجية مكانة خاصة ممتدة في الجمهورية الجديدة، فعززت مصر الزيارات المتبادلة المتكررة مع الأشقاء الخليجيين، وشارك السيد رئيس الجمهورية في فعاليات متعددة منها القمة العربية الإسلامية الأمريكية في عام 2017 بالرياض، كما شارك وزير الخارجية سامح شكري في قمة مجلس التعاون الخليجي 41. وساندت مصر لبنان في أزماتها الاقتصادية، متفقة على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إليه. وفي الجمهورية الجديدة تعزز التعاون مع البلدان الإفريقية بشكل كبير، فواصلت القوافل الطبية تقديم مساعداتها لأكثر من 30 دولة إفريقية، وترأس الرئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول تغير المناخ لمدة عامين، وشارك الرئيس في عام 2019 في القمة الألمانية الإفريقية ببرلين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة 20، واستضافت مصر فعاليات إفريقية متعددة. وفي عهد الجمهورية الجديدة انتعشت العلاقات المصرية الأوروبية، وانعقدت أواصر التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، واستضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير من عام 2019، والقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014، فضلاً عن اختيار القاهرة مقراً لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019. واتخذت العلاقات المصرية الروسية منحاً إيجابياً خاصاً، فعاد الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة في أغسطس من عام 2021 بعد توقف دام 6 سنوات، وكذا تدشين آلية الحوار الاستراتيجي 2+2 والتوقيع على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا. وتستمر العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي تعبر نحو مئويتها الثانية وثيقة وتعبر عن المصالح المشتركة، فتتعدد الاتصالات بين الإدارتين، ويتعزز التعاون في ملفات عدة منها قضايا مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامه.